هنبدأ بقى في جزئية مهمة جدا وهنحتاجها كمان الحصة اللي جاية دي، التحويل من كسر عادي لكسر ايه؟ عشر. تحويل من كسر عادي لكسر عشر، ازاي احول من كسر عادي لكسر عشري؟ وطبعا في العكس، من تحويل من كسر ايه عشري لكسر ايه عادي. معايا؟ الاول هنحول من كسر عادي لكسر عشري. عشان نقدر نحول يا جماعه من كسر عادي لكسر عشري لازم تكون عارف اصلا اصل الكسور العشريه ده ايه. حد يعرف اصل الكسور العشريه ايه اصلا؟ اصلها ايه؟ اصلها كانت ايه؟ ها؟ كانت عدد صحيح؟ جزء من عدد صحيح. جزء من عدد صحيح، هو تعرف ان هي جزء من عدد صحيح ماشي. ها؟ بس اصلها كان عامل ازاي؟ ها؟ اتفضلي. علامة عشرين. ها؟ طيب اصل الكسور العشرية كانت كسور عادية. كسور ايه؟ عادية. اصلها كانت ايه؟ كسور عادية. بس كسور عادية مقاماتها مش زي أي مقام. يبقى أصلها كانت كسور إيه؟ عادية، بس المقامات بتاعتها مختلفة. مقاماتها من نوع خاص شوية. يبقى أصلها كسور عادية بس مقاماتها يا 10 يا 100 يا 1000 يا 1 قدامه إيه؟ أصفار. يبقى أصلها أصل الكسور العشرية أصلها كسور إيه؟ عادية. يبقى أنا عندي الكسور العشرية أصلها كسور إيه؟ عادية. بس كسور عادية لازم يكون مقاماتها إيه؟ ها؟ مقاماتها تكون 10 أو 100 أو 1000 أو 1 وقدامه، يعني لو هي كسر 2 وقدامه أطفال ينفع تحولها لكسور عشرية؟ لا، لأن أصل الكسور العشرية كسور عادية مقامات 10 أو 100 أو 1000 أو 1 قدامه إيه؟ أصفار. أو 1 قدامه إيه؟ أصفار. يبقى أنا لما يجيني كسر زي ده مثلا 7 ومقامها إيه؟ 10، يعني 7 أعشار. عندي كسر زي ده 15 على 100، عندي كسر زي ده 5 على 1000، عندي كسر زي ده 217 على مليون. الكسور دي كلها اقدر احولها لكسور ايه؟ عشرية. ازاي؟ اهو بيساوي. تاخد البسط وتحطه زي ما هو. والعلامه العشريه هتحطها على حسب الايه؟ الاصفار. ليه يا استاذ؟ ما انت خلي بالك. لما قلت ثلاث ارباع الكسر ده معناته ان انا باخد ثلاث اجزاء من كام؟ من اربعه. ثلاث ارباع معناته ان انا باخد ثلاث اجزاء من اربع ايه؟ اجزاء متساويه. كذلك هنا 7 على 10 معناته ان انا باخد 7 من كام؟ من 10. يبقى ده معناته ان انا باخد 7 اجزاء من ايه؟ من 10. يبقى دي اقدر انطقها 7 اجزاء من ايه؟ يبقى اكتبها 7 اجزاء من 10. بقوم حاطط السبعة واحط لها العلامه العشريه بعد كام رقم؟ رقم 1. ليه؟ لان المقام 10 والعشرة فيها 0 واحد، فاحط لها العلامه بعد رقم 1. طب فين العدد الصحيح؟ يبقى ممكن ما اكتبش عدد صحيح خالص وممكن احط مكانه ايه؟ صفر. تعالى هنا المقام كام؟ 100. يبقى اقدر احوله للصوره العشريه، احط البسط 15 واحط العلامه العشريه بعد كام رقم؟ رقمين. اشمعنى رقمين؟ عشان المقام كام؟ 100. وال100 فيها؟ يبقى 1 2 واخد العلامه. في عدد صحيح؟ حط ايه؟ 0. 5 على 1000 يعني 5 اجزاء من كام؟ من 1000. ودي 15 على 100 معناها ايه؟ 15 جزء من 100. ودي 7 على 10 معناها كام؟ 7 اجزاء من 10. هنا بقى هكتب ايه؟ 5 اجزاء من كام؟ من 1000. بقوم حاطط البسط اللي هو 5 واحط العلامه بعد كام رقم؟ ثلاث ارقام. المقام في كام؟ المقام في كام؟ الف. والالف في كام صفر؟ احط على عدد الاصفار واحد. ها؟ التالي ما فيش يبقى احطه؟ التالت ما فيش يبقى احطه؟ وبعدين احط الايه؟ العدد. كده ثلاث ارقام على يمين العلامه العشريه. لما اجي اقراها ايه؟ 5 اجزاء من الف.
طبعا مش عدد صحيح حط مكانه صفر او ما حطش خالص. تعالى تاني 217 على كام؟ مليون. معناها 217 جزء من مليون. عايز اكتبها بالصوره العشريه. اقوم حاطط الايه؟ البصل. والعلامه بعد كام رقم؟ ست ارقام. لان عندي ايه؟ ست صفار. يبقى احط العلامه بعد ست ارقام. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. احط العلامه الايه؟ العشريه. وهنا مفيش عدد ايه؟ لما اجي اقراها يبقى 217 ها؟ في مشكلة في دي؟ لا. حلو، ده الكسور يا استاذ اللي هي بطاقتها 10 او 100 او 1000 او واحد قدامه ايه؟ اصفار. طب افرض بقى الكسور جاني كسر زي ده. خمسين. وقال لي حوله للصورة العشرية. او استنى، الكسور اللي انا بقدر احولها للصورة العشرية، الكسور اللي مقاماتها ايه؟ 10 او 100 او 1000 او واحد وقدامه اصفار. دي الكسور اللي بقدر احولها للصوره الايه؟ العشريه. الكسر ده مقامه كام؟ يبقى اقدر احوله للصوره العشريه؟ قال لي لا. هو انت دلوقتي مقامه 10 او 100 او 1000 او واحد قدامه اصفار؟ يبقى ما تقدرش تحوله للصوره العشريه. طب الحل، انا عايز احوله للصوره الايه؟ العشريه. قال لي قبل ما تحوله للصوره العشريه لازما تجيب كسر بيساويه. تجيب كسر بيساويه، بس يكون مقامه ايه بقى؟ 10 او 100 او 1000 او واحد وقدامه اصفار. فهمنا الحته دي؟ يبقى انا عشان اجيب كسر بيساوي الايه؟ اسف، عشان احول الايه الكسر اللي عندي لكسر عشري لازم يكون المقام 10 او 100 او ايه؟ او 1000. طب المقام عندي 5، يبقى الحل ان انا احوله لكسر تاني يكون مقامه كام؟ 10 او 100 او 1000 او 1000 قدامه. عشان كده بنقول بقى انت عشان تجيب كسر بيساوي كسر بتجيبه عن طريق ايه؟ اتفضل. يضرب بسط ومقام في نفس العدد، او اقسم البسط والمقام على نفس العدد. لكن ينفع اجمع؟ ينفع اطرح؟ لا. كنا بناخد في سنه رابعه لما احب اجيب كسر بيساوي كسر بجيبه عن طريق ان انا اضرب بسط ومقام في نفس الايه؟ عدد. بس عدد لا يساوي الايه؟ الصفر. اي عدد تاني بس ما يساويش الايه؟ الصفر. او اقسم بسط ومقام على ايه؟ على عدد، بس برضه العدد لا يساوي الايه؟ الصفر. بس برضه العدد لا يساوي الصفر. اما اجمع واطرح هيديني كسر بيساوي كسر؟ لا. يبقى لما تحب تجيب كسر يساوي كسر عن طريق حاجتين، يا ضرب يا يساوي. فعشان كده بيقول لي مش انت عايز بقى مقام 10 او 100 او 1000، فانت شوف المقام بتاعك 5 يتضرب في كام؟ او يتقسم على كام عشان يديك 10 او 100 او 1000 او 1 قدامه اصفار. طبعا كنا السنه اللي فاتت حافظين معايا؟ حافظين لما يجينا المقام 5 يتضرب في كام؟ ها؟ في 2. فعلا مقام 5 يتضرب في ايه؟ في 2. 5 في 2 بكام؟ 10. اخلي المقام ايه؟ 10. احط البسط بقى زي ما هو؟ لا زي ما ضربت المقام اضرب في ايه؟ في البسط. عشان يبقى الكسر ده بيساوي الكسر. 2 في 2 بايه؟ 4. خلاص الكسر ده يا جماعه هو ايه ده؟ الاثنين قد بعض. الاثنين قد ايه؟ 4. الكسر اللي طلع ده بقى تقدر تحوله للصوره العشريه ولا ما تقدرش؟ اقدر احوله للصوره الايه؟ العشريه. بقوم لان مقامه كام دلوقتي؟ فهم حاطط البسط والعلامة بعد كام رقم؟ رقم واحد. انطيها ازاي دي بقى؟ 4 جزء من 10. 4 على 10 يعني 4 جزء من 10. فاهم المشكلة دي؟ لا. طيب عشان كده بنقول يا جماعة نشوف بقى مشكلة المقام، ده هو مش 10 أو 100 أو 1000، وإحنا عايزين إيه؟ نخليه 10 أو 100 أو إيه؟ أو 1000. قال لي في جدول كده هنعمله مع بعض. مهم جدا. قال لك لو لقيت في المقام 2، لو لقيت في المقام 2 وعايز تخليها 10 او 100 او 1000 اضربها في كام؟ في 5. يساوي كام؟ 10. 10 اهو. لو المقام 2 واتضرب في 5 هيخلي المقام كام؟ 10. طب لو المقام 5؟
الجرس اتنين يخلي المقام كام؟ 10. طب لو المقام ده اتنين وقدامه صفار هيتضرب برضه في كام؟ في 5 اهو. هيعمل ايه؟ عندك 4 اصفار تقوم حاططهم الاول، ايا كان الاصفار بقى تقوم حاططها الايه؟ اول، واتنين في 5 بكام؟ 10. خلي لك المقام واحد وقدامه ايه؟ اصفار. طب لو جالك المقام 5 وقدامها اصفار، مش هي الخمسه تضرب في 2؟ يبقى الخمسه قدامها اصفار تضرب في 2. نحط الاصفار 5 في 2 بكام؟ 10. اه اداني واحد وقدامه ايه؟ اصفار. يبقى خلينا المقام واحد قدامه ايه؟ اصفار. ليه؟ لان احنا قلنا القصور اللي نقدر نحولها، القصور العاديه اللي نقدر نحولها لقصور عشريه لازم تكون قصور مقاماتها ايه؟ 10 او 100 او 1000 او واحد قدامه. طب لو المقام ده 4 بتضرب في كام؟ 25. في كام؟ بالليل. طب لو المقام جه 25 بتضرب في 4 يديني ايه؟ 100. طب لو المقام 4 وقدامه صفار هيضرب 25. طب لو المقام 25 وقدامه صفار زي ده كده هيضرب في كام؟ 4. تحط الاصفار وبعدين تضرب 25 في 4 اهو. حط الاصفار 3 اصفار 25 في 4 بايه؟ ب 100. تديك بيت ايه؟ ها مفهوم الحته دي؟ فاضل واحد. لو المقام 8 125 بكام؟ طب المقام 125 ضرب في 8 اديني ايه؟ 1000. طب لو المقام 8 قدامه صفار؟ طب لو المقام 125 قدامه صفار؟ يتضرب في كام؟ في 8. الجدول ده اهو كان في مدرس على النت اسمه الاستاذ احمد عفيف مسميه باسم جميل قوي. عارف؟ مسميه باسم ايه؟ جدول الاصدقاء. جدول ايه؟ الاصدقاء. معايا؟ يعني الاثنين صداقتها مين؟ الخمسه، ضرب في الخمسه. الخمسه صداقتها مين؟ الاثنين. الاربعه صداقتها مين؟ 25. ال 25 صداقتها مين؟ الاربعه. الثمانيه صداقتها مين؟ 125. ال 125 صداقتها مين؟ 8. خلاص؟ يبقى دايما تبقى حافظ جدول الاصدقاء ده عشان يسهل عليك عمليه الايه؟ التحويل. تتحفظ. تعالى ناخد امثله بقى في التحويل. واحد يقول لي يا استاذ افرض ما جاليش اعدان من دي. تلجا للاسم. تلجا للايه؟ الاسم. شوف البسط والمقام اتقسم على ايه؟ خلاص؟ يبقى لو ما جالكش اعدان من دي تضربها تلجا لمين؟ للاسم. لما يجينا حاجة بالشكل ده كده 4 على 25 وأنا حاطط العدد الصحيح إيه؟ على الشمال كده 9 صحيح يبقى لما أجي نطور بقى أقول إيه؟ 9 صحيح و4 على 25 وعايز أحوله للصورة العشرية تعمل إيه؟ هشرح المثال ده يوم قايل لي إيه؟ بيقول لي أول حاجة الكسر العشري ده أقدر أحوله للصورة العشرية؟ قال لي لا لا ليه؟ عشان مش مقامه 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 1 قدامه يبقى الحل اعمل فيه ايه الاول؟ احوله الكسر تاني احول الكسر بس يكون مقامه 10 او 100 او 1000 او 1 قدامه بس خلي بالك بقى انت هتحول الكسر ده لكسر اوعك تنسى العدد الايه؟ صحيح مش هنا عندك على الساعه الشمال؟ خلاص انت شديت شرط الكسر نسمع شديت شرط الكسر بيساوي الكسر ده والعدد صح اوعك تنساه على الشمال لان في ناس كتير قوي تنساه. معاك عدد صحيح دايما تحطه على الشمال. معاك عدد صحيح في كل خطوه تعملها تحطه ايه؟ على الشمال. معاكش عدد صحيح خلاص يبقى مش هتعمل عدد ايه؟ صحيح. تعالى بقى يا استاذ المقام هنا كام؟ 25. يبقى اعمل فيها ايه دي؟ ها؟ اضربه في 4. 25 صديقتها كام؟ 4. طب ضربت تحت في 4 فوق تطنشه؟ لا لازم اضربه في كام؟ 4. تعال نضرب بقى 25 في 4 ب 100 ب 100 نضرب فوق 4 في 4 خلاص اسيبها كده وامشي؟ لا ده انا بعملها كده عشان احولها للصوره العشريه اقدر احول دلوقتي للصوره العشريه ولا ما اقدرش؟ اقدر بتعمل ايه سيادتك؟ تحول الكسر الاول كسر ده اهو هتحوله الاول 16 على 100 بقوم حاطط البسط اللي هو 16 والعلامه بتاعتي بعد كام رقم؟ رقمين لان المقام 100 ادي 1 2 واحط العلامه
عند عاصح ولا ما عنديش؟ او ما ايه واخد عاصح ما نساويش على الشمال، يبقى 9 صحيح و16 جزء من 100. مفهوم الكلام ده؟ طب خد دي يا استاذ. يعني ايه حاضر؟ شكلها الخط صح؟ بس سهلة خالص. اوعى تخاف من شكل المسألة. اتفضلي. تمام جميل برافو عليك. زميلتكم شافت العدد اللي في المقام ما هوش 10 ولا 100 ولا ايه؟ ولا واحد قدامه اصفار. فقالت لازم انا احوله لكسر تاني. يكون مقام 10 او 100 وايه؟ 1000. فخد الشرط الكسر وجنبها العصا على الشمال عشان ما تتنساش. وقالت ده يا استاذ 1250 دي انا ما اعرفش اضربها في كام. بس انا اخد الصفر ده. طالما عندي صفاره اخبيه. هيبقى العدد كام؟ 125. ال 125 صديقتها كام؟ 8. يبقى ال 1250 كلها تتضرب في 8. يبقى ما تشغلش بالك بالاصفار. خد بالاصفار وشوف العدد اللي جنبها يتضرب في كام. وتقوم ضاربها بقى كلها. لما اجي اضرب اضربهم برضه في ايه؟ لما اجي اضرب ده في 8 لازم انا احط الاصفار اللي عندي الاول، الصفر اللي عندي اهو حطيته. واضرب بقى 125 في 8. طلع الناتج كام؟ 10. 2 في 8؟ 16. عايز احولها بقى كده اسيبها؟ لا. عايز احولها للصوره الايه؟ العشريه. اتفضلي. احسنت، هاخد البسط واحطه زي ما هو. والعلامه بعده؟ لا. يعني احط ال 16 البط واحط العلامه بعد على طول؟ لا. العلامه على حسب الاصفار اللي في المقام. عندي كام صفر؟ اربعه. يبقى احط العلامه بعد كام رقم؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. احط ايه؟ تتكلم بس. واحط العدد الصحيح. برافو عليك احسن. تعرف تقرا العدد ده بقى؟ احسنت سأقول. ناخد المسألة دي بس. كسر دوال عادي 9 على 300 عايزين نحولها للصورة العشرية. هيا وانت على ايه؟ اتفضلي. برافو عليك. هي بصت للمقام لقت 300. طب 300 ده يعني 3 قدام اصفار صح؟ هل الثلاثه دي لها صديقه هنا في الجدول الاصدقاء؟ لا. لا ده ما اعرفش هتتضرب في كام؟ صح؟ طالما ما اعرفش ما نفعش عن طريق الضرب، تنفع عن طريق الايه؟ يبقى نس. طب نقسم على كام بقى؟ 3. 300 بيتقسم على الثلاثه عشان تديني كام؟ 3. عشان تديني 3؟ لا. انا عايز اقسم يا جماعه عشان اخلي المقام 10 او 100 او ايه او 1000. لاحظ كده، اقسم على الرقم اللي على شمال الاصفار، رقم ده اقسم عليه دايما. خلاص اقسم ايه عليه؟ 3. طالما في اصفار اقسم الرقم ده، بس ما تقدرش تقسم وتجري. فاضل عندك البسط، فاضل البسط اعصار. لازم يكون البسط كمان بينفع يتقسم على مين؟ على الثلاثة. طب افرض ما بينفعش يتقسم على الثلاثة، يبقى ما ينفعش يتقسم على الايه؟ على الثلاثة. شوف لك حاجة تانية، شوف لك عدد تاني. ها نقسم بقى 9 على 3 كام؟ 36. 9 على 3 بقى 36. نقول 9 على 3 يعني مين؟ اللي اتضرب في المقسوم عليه ده هو 3 عشان يديني 9 اللي هو المقسوم. 9 على 3 معناها ايه العدد اللي اتضرب في الثلاثة اللي هو المقسوم عليه ده اهو عشان يديني اللي قبل العدد اللي هو انا بسميه المقسوم. العدد اللي اتضرب في المقسوم عليه عشان يديني الايه؟ مقسوم. يعني ايه العدد اللي اتضرب في الثلاثة عشان يديني ايه؟ 9. مش هضرب 9 في 3. يعني اشوف مين اللي اتضرب في الثلاثة ده عشان يديني الايه؟ 9 اللي هو 3. 3 في 3 تديني ايه؟ 9. تعالى هنا نقسم بقى 300 على 3. ممكن واحد يقسمها مرة واحدة، ممكن واحد يقسمها رقم برقم من ناحية ايه؟ الشمال. 3 على 3 فيها؟
الواحد تحط واحد ايه؟ 10. وهنا بقى صفر على الثلاثة فيها؟ صفر. والصفر الثاني على الثلاثة فيها؟ صفر. بقت ثلاثة على 100، أقدر أحولها بقى للصورة العشرية؟ أقوم حاطط الإيه؟ الباص 3 والعلم بعد كام رقم؟ رقمين. أدي واحد، الثاني أحطه إيه؟ صفر. وبعدين أحط العلامة العشرية. في حاجة صح هنا؟ لا. يبقى عرفنا إزاي نحول من الكسور العادية للكسور العشرية؟ فاضل العكس بقى. نحول الكسور العشرية للكسور العادية. خلاص؟ لو بقى نعم. ايه سألت سؤال جميل. كنت انا عايز اجله شويه بصراحه، بس طالما سألت نجاوب. هي بتقول افرض اللي فوق ما كانش هيبقى الاسم على الثلاثه، هعمل انا ايه؟ معايا؟ هقسم على عدد تاني. طب بتقول لي لو انت جبت اسم على عدد تاني مش هديك 100. مش شرط يديك 100. مش شرط يديك ايه؟ 100. بس ممكن تديك حاجه توصلك للحل بعد كده. ازاي؟ تعال نشوف الكسر ده كده. 14 على 280. واحد يقول لي يا استاذ انا في صفار اهو، انا رايح اقسم على 8 وايه؟ و20. عشان لما اقسم على 28 تخلي لي المقام كام؟ 10. يبقى 28 على 28 فيها الواحد، وصفر على 28 فيها الايه؟ الصفر. فيجي يقسم اللي فوق على 28 يقبل؟ لا. ال 14 تقبل يقسم على 28؟ يبقى مش هيعرف يقسم على 8 وايه؟ و20. طب وبعدين؟ يبسط يقسم على حاجه ثانيه. طب بس ان انا هقسم عليه مش هيديني المقام 10 ولا 100 ولا ايه؟ 1000. بس هيديني كسر ممكن بعد كده اقدر احوله. طب تعالى نجرب كده. نقسم على كام؟ ها؟ على 6. ال 14 تقبل على 6؟ لو انا مش عارف اجرب من اول الاثنين. على السبعة. برافو عليك. على السبعة. 14 على السبعة فيها؟ 3. 2. لأن 2 في سبعة بإيه؟ ب 14. تعالى هنا بقى 2 على السبعة تنفع؟ لا. صغير؟ 2 أصغر من إيه؟ من السبعة. يبقى الاثنين ما أعرفش أقسمها على السبعة. أنا معايا قلمين، أعرف أقسمه على السبعة؟ لا. فهو إيه؟ أحجز مكانها صفر، والصفر هنا على الشمال مش هيبقى له إيه؟ لازم. وآخد اللي جنبه معايا أكبرها بقت كام؟ 28 على 7 فيها؟ ال 4. تعالى هنا بقى، 0 على 7 فيها؟ ال 0. فقال ايه؟ اللي طلع لك تحت ده بقى تعرف تحوله ولا ما تعرفش؟ ده اللي تحت 4 قدامه ايه؟ 0. صح؟ يبقى انا اقدر اضربه بكام؟ 25. يبقى راح اضربه ب 25. 2 في 25 الاقيها ب 50. و 40 في 25 احط الصفر الاول، و 4 في 25 بكام؟ ب 100. 50 على ايه؟ 1000. قام حاطط الباسط 50 والعلامه بعد كام رقم؟ 3. ادي 1 2 الثالث صفر واحط العلامه. طلعت 50 من ايه؟ جزء من 1000. 50 جزء من 1000. هي وصلت الحته دي؟ فهمت؟ فاضل بس الجزئيه هنراجعها الحصه الجايه، اللي هو القيمه المكانيه لارقام العدد الايه؟ العشر. لان دي مهمه جدا عشان تعرف تقرب العدد. عشان تعرف تقرب الايه؟ العدد. فهناخدها ان شاء الله الحصه الايه؟ اللي جايه.